عليكم. اليوم غنشوفو الحل ديال التمرين الأول من الصفحة 96 من درس المرجح. التمرين فيه حدد في كل حالة من الحالات الآتية عددين حقيقيين أ و ب بحيث تكون النقطة جي مرجحة للنقطتين المتزينتين أ ذات الوزن أ و ب ذو الوزن ب. أولا غنبداو بتذكير، إذا كان عندي جي هو مرجح، كنكتبو باغي يعني مرجح نقطتين أ ذات الوزن أ و ب ذات الوزن بتي ب. إذا شنو هي الخاصية اللي كيعطينا هاد؟ كتعطينا ألفا جي أ زائد بيتا جي بي يساوي لنا المتجهة المنعدمة. هذا هو التعريف ديال المرجح. إذا غنشوفو في هاد الحالة، عندنا الحالة الأولى هي جوج أ جي زائد بي جي كتساوي المتجهة المنعدمة. إذا شنو غادي نحاولو نديرو؟ غنحاولو نكتبو هاد العلاقة هادي على شكل ألفا جي أ زائد بيتا جي بي. ولا في الحالة ديالنا هنا مكيناش بيتا وإنما بي، هنا عندي بي وهنا عندي أ. مزيان، أ جي أ زائد بي جي بي كتساوي المتجهة المنعدمة. مزيان، نحاولو نبداو. عندي جوج أ جي زائد ب جي قلنا تساوي المتجهة المنعدمة. هاد الكتابة تكافئ. لاحظوا هنا في الخاصية شنو عندنا؟ عندنا جي أ، إذا هنا عندي أ جي شنو غتولي لنا؟ ناقص جوج جي أ. عندي هنا ب جي شنو غادي ترجع؟ ناقص جي بي تساوي المتجهة المنعدمة. إذا هنا واش وصلنا لهاد الكتابة هادي ولا لا؟ مزيان، وصلنا لهاد الكتابة. بحيث إذا شنو غنلقى؟ إذا أ تساوي ناقص جوج و بي تساوي ناقص و بي تساوي ناقص واحد. ندوزو للتانية، التانية شنو فيها؟ التانية فيها ثلاثة جي أ زائد أربعة بي جي تساوي المتجهة المنعدمة. بالنسبة لهاد التانية فيها ثلاثة جي أ، يعني هنا ما عندي ما نغير، مكتوبة على شكل ألفا في جي أ. شنو اللي بقى لي نغير؟ هي هاد ربعة بي جي. إذا غنبداو ثلاثة جي أ زائد أربعة بي جي تساوي المتجهة المنعدمة تكافئ. قلنا هادي ما غيتغير فيها والو، ثلاثة جي أ. وهنا شنو غادي ترجع؟ هادي حنا خصنا نكتبوها جي جي بي، إذا غتولي لنا ناقص أربعة جي بي تساوي المتجهة المنعدمة. إذا دابا كتبناها بنفس الطريقة اللي عندنا هنا. إذا أ كتساوي ثلاثة و بي تساوي ناقص أربعة. ندوزو للحالة الثالثة. الحالة الثالثة عندنا فيها أ جي تساوي ثلاثة بي أ. إذا هنا شنو غادي نديرو؟ نبداو من أ جي. أ جي تساوي ثلاثة بي أ تكافئ. عرضو كلشي لواحد الطرف، عندنا أ جي ناقص ثلاثة بي أ تساوي المتجهة المنعدمة. مزيان، شنو دابا حنا شنو مطلوب منا؟ واش أ جي ولا جي أ؟ مطلوبة منا جي أ. إذا هادي غادي ترجع لنا ناقص جي أ ناقص، لاحظتو هنا ما كايناش كاع جي. إذا شنو غادي نخدم؟ غنخدمو علاقة شهر النقطة جي. ناقص ثلاثة بي جي زائد جي أ، هادشي كامل كيساوي لنا المتجهة المنعدمة تكافئ ناقص جي أ. ونشرو هاد التعبير، ناقص ثلاثة
بي جي ناقص 3 جي ا تساوي المتجهة المنعدمة. تكافئ هنا عندي ناقص جي ا مع ناقص 3 جي ا، إذن هي ناقص 4 جي ا. هنا عندي ناقص 3 بي جي اللي غتولي لنا زائد 3 جي بي تساوي المتجهة المنعدمة، إذن أ تساوي ناقص 4 و ب تساوي 3. ندوزو الحالة الأخيرة رابعا، عندنا 5 أ جي تساوي جوج ب جي زائد أ ب. مزيان، في هاد الحالة غنبداو بخمسة ا جي تساوي جوج بي جي زائد ا بي تكافئ، يعني هاد الكتابة هادي تكافئ. نحاولو نردو كلشي لواحد الطرف، هي خمسة ا جي ناقص جوج بي جي ناقص ا بي، هادشي كامل يساوي المتجهة المنعدمة يكافئ. هنا عندي 5 ا جي، حنا خصنا نكتبوها على شكل جي ا، اذا هذه تساوي ناقص 5 جي ا. هنا عندي بي جي، اذا غتولي لنا زائد 2 جي بي. وهنا عندي ناقص المتجهه ا بي، ما عنديش كاع الحرف ديال جي، اذا شنو غادي نديرو؟ غنخدمو علاقه شرط، هي ا جي زائد جي بي يساوي المتجهه المنعدمه. نحاولو نبسطو هاد الكتابه، ناقص 5 جي ا زائد جوج جي بي ناقص ا جي ناقص جي بي تساوي المتجهة المنعدمة. إذن هنا عندي ناقص 5 جي ا ناقص ا جي هي زائد جي ا زائد جوج جي بي ناقص جي بي تساوي متجهة المنعدمة. إذا ناقص 5 جي أ زائد جي أ هي ناقص 4 جي أ، زائد 2 جي بي ناقص جي بي تساوي زائد جي بي تساوي المتجهة المنعدمة. إذا في هذه الحالة عندي أ تساوي ناقص 4 و ب تساوي 1. وبهذا نكون سالينا التمرين الأول من درس المرجح صفحة 96 للسنة الأولى بكالوريا كتاب في رحاب الرياضيات. اللي عنده شي سؤال أو استفسار يخليه لنا في لي كومونتير.